بعد تنشيط مشترك بين الجيش البحري والحرس البحري والحماية المدنية، تم العثور على جثة عون بالجيش البحري بلغم العمر 21 سنة، وذلك في حدود منتصف النهار. وللتذكير فإن المدرب بالجيش البحري سقط في حدود 7 الصباح من زورق سريع تابع للجيش البحري أثناء التدريب على بعد 3 أميال من سواحل صفاقس.